زهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال بنا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي فوقين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي Thank you.
دمع عيني من فراقك ناظر رفاقه هل لم تعرفه المحاجر فديتك رافع الصعب بعد تدار الفن على إن فيه من دار الشوق عامر عامر يمثلك الشوق الشديد للعمر حلقة جديدة من برنامجكم السارية اللي يطلع عليكم من خلاله في شهر رمضان الفضيل أنا وزميلتي نيلة جناح وأكيد الغالي على قلبنا الفنانة القديرة أم هلال وموقع جديد في راس حيان تحديدا في القرية التراثية. اليوم احنا في السوق احساس سوق المنامة. مساك الله بالخير نيلة. مساك الله بالنور والسرور زميلي اخوي حسن. شوف انا يعني تقول لي وسط السوق خلاص انساني يتراولي بقعد اتمشى بين الدكاكين هني. طبعا اكيد موجودين في القرية التراثية وسوق المنامة بالتحديد مثل ما ذكر زميلي حسن. نشكر سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام على هذه القرية الجميلة اللي احنا موجودين فيها يوميا معاكم. مثل ما قلنا لكم غير كل مرة الموقع اللي احنا موجودين فيه عشان تشوفون الجمال اللي موجود هني. وايضا احنا يوميا راح ننتظركم في مسابقة السارية، ننتظر تواصلكم معنا اتصالاتكم وان شاء الله ننتظر الفوز اللي يا رب يكون حليفكم اليوم وكل يوم بإذن الله ان شاء الله. وقبل لا نبتدي معاكم مشاهدين الاتصالات حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الاول لهذا البرنامج. وايضا الشكر موصول لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج طوال هذا الشهر الفضيل. وأيضا من اليوم إن شاء الله لثالث أيام عيد الفطر السعيد راح تكون هناك جوائز عينية خاصة في البرنامج مقدمة من شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. طبعا نشكرهم على مساهمتهم الكبيرة معنا في هذا البرنامج ابتداء من اليوم. وطبعا لازم أذكر بأن الهدايا المقدمة إن شاء الله بإذن الله للثلاث الأشخاص سواء اللي يفوز بالمئة دينار أو بالثلاثمئة أو بالخمسمئة. المئة دينار إن شاء الله بيحصل على مجموعة وتشكيلة جدا كبيرة من أفخم العطورات بقيمة 100 دينار، واللي إن شاء الله بيفوز بالثلاثمئة دينار بيحصل مجموعة عطور أيضا بقيمة 150 دينار، واللي بيفوز بخمسمئة دينار بإذن الله مجموعة وتشكيلة فاخرة جدا من أشهر العطور راح يأخذها بقيمة 200 دينار بإذن الله. قبل ما نبتدي طبعا نقول لكم عليكم بالعافية أكيد. وإحنا اليوم حلقة يوم الجمعة. حلقة يوم الجمعة شنو فيها؟ حلقة يوم الجمعة الفوز ينتظر الفائزين بالسيارة، السيارة المقدمة أكيد من لجنة رياضات الموروث الشعبي. خلاص يمكن وايد ناس نطروا كثير طول هالأسبوع على سؤالنا، بإذن الله اليوم بنعرف من الفائز إن شاء الله. أكيد إن شاء الله بنعرف من الفائز معاكم بعدين، لكن الحين مثل ما تعودنا أم هلال موجودة في العريش، خلونا ننتقل لها ونشوف شنو غبقتنا الليلة عند نسوان الفريج وراجعين لكم بإذن الله. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا بكم معنا في العريش ومع مطعم الدعوس. واهلا وسهلا بكم ها اخويتي. نعم. الله يمسيك بالنور. مسيك بالخير والسعاده ان شاء الله. ها شو القبقه يا حبيبه قلبي؟ القبقه شاي وشوي عندك هاكو صوفي المحشي. يا سلام. اي نعم. ورداي الهامور
بيسوونها صالونه مطفيه. يا سلام ايه. صلوات على النبي ايه. محمد. شوف شوف الحبوب هذه حبوله هذه حبوله ايه. طري طري ايه. صلوات ايه. على النبي محمد زين ايه. والعيش يا ايه. العيش عندك شلوني وعندك مني محمر. الله اكبر ادواه وعلى الله شفاه طبي وتخيري. يا سلام ايه. ايه. المحمر ما ينقال عنه شيء حتى الشلوني ايه. خفيف وحق الغبقه يا سلام يطير اي اي موت. وردك هكا بخورنا الحين اللي كورنا ذاك الاسبوع إيه؟ احب نودي السوق نبيعه انت رزق الله شو نسوي دخلتوني يا هذا إيه احنا بنمشي خوش ريحتن علي والسوق وبعد هكو سوق كل بنات يسوونه نحلي إيه بالسوق نحلي بالسوق ترى السوق إيه بعد نعم. بارد على إيه نعم. المعده اي نعم السوق حلص يوم زين إيه نعم. يا سلام إيه نعم. يا سلام على مطعم الدعوس يا سلام سلم شو يقول الواحد من هالنعمة ومن هالأصناف الحلوة اللي تذكرنا بطباخ البحرينيين الأول صلوات على النبي محمد ما شاء الله عليكم يلا عدوني الحين بودعك السلام بودع الجماعة السلام بروح حق ولدي حسن وبنيتي نايلة حي الله من يوني الله يحييك أكثر يا حبيبتي حي الله من يوني الله يحييك أكثر عزوز عزوز الله يسلم على هالطباخ الطيب أيوة مطعم الدعوس الأكلات الشعبية يعني مو مقصر معانا واليوم مطفي إيه؟ ومحمر وشيلاني ولا فوق ذي كله اليوم ساقو بعد يا سلام سمعتي حتى البخور مفوز إيه؟ تقول باللي كوروس بعد اللي طاف كان تذكرين إيه إيه؟ صورناهم بلاش بيونا السوق يبيعونه يا سلام عليهم ترزقون الله فيه إن شاء الله بس خوش بخور شموموني على فكرة صدق يبينا نتبخر فيه بداية البرنامج باكر إن شاء الله طبعا مشاهدينا للمشاركة في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة سجلون فيه بياناتكم من الاسم الكامل رقم الموبايل الرقم الشخصي وبإذن الله بتكونون معنا من المشاركين ويانا وبنتصل فيكم بإذن الله حسن هلا بوي الحين قبل لا نكمل اليوم المسابقات ايش رايك اليوم في الدكاكين اللي هني موجودة انتي مساعة يمكن ما قدرنا نتكلم وايد لأن السوق يعني يا محلات السوق احنا شوي فاقدين خصوصا باب البحرين والسوق هناك والدكاكين القديمه والو بشير تذكرينه ايه ايه طبعا ايه آلو بشير عالم تصطف حق آلو بشير ما شاء الله والحق ما تلحق تحصل ولا ما تحصل كفايه الاجواء الحلوه ان انت تتمشين هناك للواحد بس يتقهوى او يمشي في السوق يطالع الاغراض اللي موجوده وايد وايد اجواء حلوه صراحه ما تفوت صدق والله انا احب انا عاد ودني السوق وانساني يا سلام لحظه شلون انساك في وحده حلوه مره علينا. يا هلا يا مسأل اليوم طريقك غير من اي دعوز رش علينا السلام عليك عليكم السلام الله يمسيكم بالخير مساء الورد والسلام يا حياك حي الله شايف انت اليوم في السوق اي نعم في السوق تقول لي وين يطي ريجك غير طريق السوق طريق الخير وطريق الفرح ما تمشي الله يعدل لك مامول يا نظر عيني شلون اللي يبرك في العين لا اله الا الله هذه مفتاحنا عاد يا سلام طبعا دريت اليوم لا نعم اليوم السحب ان شاء الله اليوم السحب على السياره اليوم ان شاء الله ما بنعرف فايز سعيد حظ مين سعيده الحظ سعيد حظ ولا سعيده حظ عاد قبلها اللبس من وين اللبس اي نعم اللبس اليوم من فيصل الريس يا سلام الثوب والدراعه يا سلام زينة والذهب يا إيه؟ من عند مجوهرات مجوهرات جيهان يا سلام هذه مجاب الآلو بشير بسوق المنامة يا سلام ونيلة بعد أنا لازم صراحة يعني أشوف أم هلال ما شاء الله من صوب وانتي من صوب تبارك الله انتي من وين أنا اليوم بعد أيضا من تروف المصممة فريدة العلوي ما قصرت سوت لي هالثوب بالفيروز واللولو البحر العالم تحكي أمس عن لبسك بعد أمس صراحة جدا جميل يعطيها العافية بدعين ما شاء الله عليكم أنا كالعادة لازم أشكرك يقصر الوجاهة اللي دوم مقصرين مع الفائزين اليوم إن شاء الله شلون حماسك على السيارة؟ حماسي على السيارة هم خلي يجهزون روحهم يا سلام. والسؤال جواب السؤال موجود خلاص إن شاء الله عيال مشاهدينا دام إن أنتوا جاهزين وإحنا جاهزين إيش رأيكم الحين نبتدي نشوف سحب السيارة ومن هو الفائز معانا في هذه المسابقة اليوم اللي كنا الأسبوع اللي طاف خذنا أول جائزة السيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي اليوم الجائزة الثانية طبعا مشاهدينا طول هالاسبوع كنا حاطين لكم السؤال سؤال المسابقه بس الحين
بنشوف معاكم طريقة السحب على الأرقام وعلى الهواء مباشرة معاكم. بنشوف بإذن الله مين راح يكون معنا المتصل أول والقرعة. أنا شوي كان تسمحي لي أم هلال الغالية إن شاء الله، لأن فيني حماس اليوم صراحة. نشوف إن شاء الله بتكون أرقام على شاشة نيلة وأم هلال مع المشاهدين. بنشوف القرعة راح ترسي على مين، وعلى الهواء بيوقف الرقم على شخص معين. بنشوف مين إن شاء الله سعيد الحظ اللي بيتعرف على الإجابة. سؤالنا كان في أي عام أقيمت المسابقة، الفيديو اللي شفناه طول الأسبوع وشنو هي المناسبة وأي صحيح سنة. إن شاء الله عاد يكونون تلفوناتهم عندهم يمهم ويردون على التلفون. ذكرنا احنا امس مغلق، اهم شيء تليفون ما يكون مغلق باذن الله. الرقم على موجود او المتصل معنا. نشوف يلا احنا بيتصلون فيكم من الكنترول باذن الله، يعرفون الاجابه ومستعدين للاجابه ان شاء الله. كل شيء يلا ان شاء الله. سؤالنا يمكن في ناس قاعد يقولون يعني تشككنا في السنوات، بس اغلب الناس اللي كانوا معي على الانستغرام كان وايد جربين وبعضهم عرفوا بعد. عرفوا الإجابة صح، أنا بعد وايد ناس جاوبوني صح. إن شاء الله يا رب الرقم اللي رسى عليه القرعة ورست عليه القرعة يعرف الإجابة معنا اليوم إن شاء الله يا رب. طبعا في حالة اتصال مع المتسابق إن شاء الله مثل ما قالت نيلة تليفونات يمكم اليوم، فرصة ذهبية سيارة صحيح. يعني ما شاء الله المبالغ المادية المقدمة من شركة بتلكو جميلة، ولكن أيضا السيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي ما تفوت أبداً. مشتركين أنت وطول أسبوع معانا عشان هذه اللحظة الجميلة. أتمنى التليفونات معاكم تردون على طول وتعرفون الإجابة، جابوا معانا طبعاً طبعاً لا. وفي الموقع الجديد والسحب على السيارة بعد السيارة يا رب خير. يا يعني سعيدة حظ يا سعيد حظ ما يندرى ما يصيرون اثنين يا رب ما تدرين، بس احنا عندنا جوائز حلوة طول عندنا سبع سيارات سحبنا واحدة اليوم، واحدة بيبقون خمس ان شاء الله في العيد ان شاء الله. في العيد عندنا كل يوم ان شاء الله سيارة بإذن الله. نشوف معنا المتصل متسابق بيكون متصل معنا المتصل ولا ما يرد على التلفون مثل ما ذكرناكم وقلنا لكم مشاهدينا يا ريت تلفوناتكم تكون معاكم. اكا يرن التلفون يرن 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 اتمنى يرد على طول، نبي نسمع الصوت. سيارة هاي. سيارة لا تروح لا تفوت. اتمنى يجاوب على التلفون بس يا نيلة ويعرف الاجابة بعد يجاوب ويعرف الاجابة. لو تسمع بس قلبي ايش كثر يرجع مع الرنة. كنا في برنامج مسابقات بيختارون التوب 1 في الغنى توب 5 ان شاء الله ان شاء الله يكون فاهم يا رب. طبعا انتم مثل ما قاعد تشوفوا مشاهدينا اللي قاعد نتصل فيهم تليفوناتهم ترن معانا على الهواء والاتصال بيكون مباشر. للاسف بننتقل على اتصال ثاني ان شاء الله ما يرد لان المتصل الاول ما رد. يا جماعه الخير فرصه حلوه لا تفوتكم مثل ما قلنا ام هلال ونيله قاعد نقول لكم خلوا بالكم على التليفونات، تليفونات يمكم بنتصل فيكم في اي لحظه. فرصة سيارة يعني فرصة جميلة أكيد نايلة. أكيد وعشان كذي إحنا ذكرناكم أمس إنه يعني خلوا تلفوناتكم معاكم لو استرحوا. تأكدوا الحين قاعد نختار رقم المتصل الثاني أو سعيد أو سعيدة الحظ الثاني معانا اليوم في مسابقة السحب على السيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. القرعة ماشية شنقول؟ أنا متوترة يا جماعة ردوا على تليفوناتكم. كنا المفتاح في يدي خاطري أنا السيارة تكون عندي. بقول لك أنا مقدر أثبت. يلا إن شاء الله كثبت الرقم. خلينا نشوف. طبعاً نيلة دائماً نقول إن الأسئلة عندكم مجال أسبوع كامل تعرفون صحيح. وتتعرفون على الإجابة الصحيحة. كافية المدة. فيكم. مدة كافية صح؟ كافية بالله. هم هلال يعني وجه لهم رسالة إن التليفونات لازم يمهم. يما التليفونات قلنا. وأشعرناكم بذلك إن خلكم يم التلفونات وموجودين والتلفونات يمكم ولا تسككونهم ولا تسكونهم ولا تروحون عنهم. والأهم يم هلال يعرفون الإجابة إيه ما نبي يصير نفس أسبوع الطاف حسافة. نعم إي والله حسافة أسبوع الطاف يعني كان معنا متصلة ما تعرفت على الإجابة نعتذر له أكيد، بس هذه قوانين مسابقة السيارة أكيد إن من اتصل في أحد على طول يعرف الإجابة. شوف الرقم الجديد ام هلال المتصل الثاني على الشاشه المتصل الثاني هذه رقم يلا ثبت الرقم ان شاء الله يتصلون في الكنترول ان شاء الله يتصلون وان شاء الله يرد ان شاء الله يعرف ان شاء الله ترد ان شاء الله يعرف الاجابه. يلا المفتاح في انتظاركم السياره المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي. لحد الحين احنا واصلين على ثاني متصل معنا وثاني متسابق قاعد يرن التليفون
شاء الله يرد شاء الله يرد ما لا شاء الله يرد 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 يا رب ان شاء الله ان شاء الله ترد اي والله ان شاء الله ترد الو هلا هلا والله مساء الخير مساء النور يا هلا مكلمك من برنامج الساريه من معانا وياك منال منال اي نعم والنعم يا منال منال ولا منار باللام منال منال من عبد الله منال عبد الله والنعم فيك يا منال نعم حولك يا غالية منال اتوقع يعني منال تعرفين ليش احنا متصلين فيك صادني صادني وشاش منال تعرفين ليش احنا متصلين فيك ولا لا حق مسابقة السارية اي نعم اي بس عاد حق اي مسابقة في السارية تشوفين حسن بطل التلفزيون على هواء الحين قاعده افتح طالعي شنو في يدي منال على ما تفتحين التلفزيون احنا متصلين فيك من برنامج الساريه في مسابقه السحب على السياره المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي اكيد وحابين نعرف منال كم مره شاركتي معانا اليوم عشان ان انت تكونين في هالمسابقه تحديدا مسابقه السياره والله دخلت ما شاء الله وايد شاركت ما شاء الله عليك زين احنا السؤال الاهم منال المفتاح في يدي الاتصال صار عليك الإجابة الحين في يدك هي خطوة واحدة ليه ما يكون المفتاح عندك شنو الإجابة على سؤالنا 1977 والمناسبة مناسبة قولي يا منال منال شنو المناسبة وفي أي عام 1977 تمام شنو المناسبة؟ المناسبة مناسبة يا ريت تقولين صح فكري فيها منال ها؟ أعطني ثواني بس الله يعافيك منال حبيبتي ما عندنا وقت البرنامج وقته ضيق واللي سلمك تعطينا شنو هي المناسبة اللي كانت فيها هاي الفيديو اللي عرضناه؟ إن شاء الله يعني أنا حاولت منال يعني أساس ما تفضلي قولي يلا يا منال ما عندك وقت الله منال السنة صح ما شاء الله عليك جبت السنة صح 1977 تمام منال نحتاج بس نعرف منال إجابتك لو سمحتي العريضة عام 1977 شنو الجواب العريضة 1977 للأسف يا منال جوابك مو هو الجواب الصحيح نعتذر منك يا ريت تركزون لان الاجوبه ما شاء الله موجوده في كل مكان أيوة ناخذ الله. الاتصال اللي بعدك يا منال منال يعني اسمحي لنا لازم يعني احنا وايد قلوبنا تعور على هالموضوع بس مطلوب ان انتم بالضبط تعرفون الاجابه الصحيحه علشان تفوزون معنا بالسياره المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي راح ناخذ اتصال جديد اكيد والارقام بالقرعه ماشي معاكم تصدق أنا يعني كان عبالي إن أول متصل رح يعرف الجواب على طول كان عبالي والله العظيم نشوف معاكم المتصل الجديد إن شاء الله المتصل الثاني سعيد أو سعيدة الحظ الحين أتوقع نص المسافة عرفوها إيه؟ المفروض على المتصل الجديد إيه؟ يحتاج الحين يعرف المناسبة أول عارفينها بس نب المناسبة المناسبة إن شاء الله يلا الحين. نشوف معانا ألو ها الو مرحبا هلا ومرحبا مساء الخير مساء الخير هلا مرحبا مين معنا فاضل عباس فاضل مساك الله بالخير فاضل احنا قاعد نكلمك من برنامج السارية وتحديدا في مسابقة السيارات انت معنا على الهواء فاضل نحتاج نعرف الإجابة على سؤال السيارة الفيديو اللي شفتوه على مدار اسبوع كامل اعتقد 1977 والمناسبة المناسبة اللي هو عيد الفطر فعلا صح عيد الفطر صح 1977 ثبت عيد الفطر 1977 ولك السيارة بإذن الله ألف مبروك يا فاضل مبروك. الله يبارك شنو شعورك الحين كم مرة شاركت معنا فاضل ما قلت لي أول مرة من أول مرة أول مرة أول يعني سجلت بس مرة واحدة وفزت بالسيارة والله عيني عليك باردة
عيني عليك باردة. ألف مبروك. ألف مبروك. سيارة مقدمة لك من لجنة رياضات الموروث الشعبي، وانت الفائز الثاني معنا، تستاهل كل خير. ألف مبروك يا فاضل، تستاهل أكيد السيارة. تستاهل تستاهل تستاهل، عليك بالعافية إن شاء الله. مشاهدينا مثل ما شفتوا، فاضل هو المتسابق اللي فاز معنا بالسيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. بنتواصل إن شاء الله معاكم سباقات السارية، لكن طالعين فاصل بسيط وراجعين بإذن الله. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، واسمحوا لي أشكر مجددا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الدعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا لجنة رياضات الموروث الشعبي، كذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج. وأيضا اليوم، من اليوم إن شاء الله لثالث أيام عيد الفطر السعيد، راح تكون هناك جوائز عينية مقدمة في برنامجنا من شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، نشكرهم على مساهمتهم معنا في هذا البرنامج. مشاهدينا مثل ما شفتوا، فاضل عباس فاز بالسيارة اليوم، ومن مشاركة واحدة، يعني مشاركة واحدة ممكن تخليكم تفوزون بالسيارة. طبعا هذه الأسبوع الثاني اللي نسوي فيه السحب على السيارة الثانية طبعاً. المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. الأسبوع اللي طاف سحبنا على السيارة الأولى، واليوم السيارة الثانية. الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الجمعة راح يكون السحب على السيارة الثالثة. وعشان تعرفون طريقة المشاركة وسؤال المشاركة، تابعوا معنا هذه الفيديو على الشاشة وراجعين لكم بإذن الله. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا شفنا معاكم سؤال مسابقة السيارات للأسبوع الثالث على التوالي. سؤالنا إن شاء الله المرة يكون وايد سهل، مطلوب منكم فقط أن تعرفون اسم هذه العين اللي شفتوه في الفيديو. فاضل عباس اللي فاز معنا اليوم بالسيارة الثانية قال إنه هو شارك مرة واحدة بس، سبحان الله، ودخل معنا في السحب وطلع اسمه وفاز بالسيارة. فما بالكم يمكن من مشاركة واحدة بس تكونون معنا في البرنامج
وتفوزون معنا بالسيارة. طبعا حاب أذكر المشاهدين معنا إن شاء الله في المسابقة الرئيسية، طبعا مسابقة السيارات، أن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، راح يتواصلون معاكم لأن عندهم كل بيانات الفائزين إن شاء الله. بما أن خلصنا من سحب السيارة، إيش رأيكم الحين نرجع حق اتصالاتنا ونقول حق أول متسابق معنا اليوم في برنامج السارية ألو مساء الخير. خيرا خيرا ألو مساء الخير. الاتصال باسم مريم، بس معنا والد مريم، ولدها والنعم فيك. يا هلا ومرحبا فيك، مبارك عليك ما بقى من الشهر. هلا نوم عليكم. شلونك مع رمضان؟ شلون شفت الأجواء؟ شلون شفت المسابقة معنا؟ والله مصرح كل يومين طالحة والله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لله. إن شاء الله تكون جاهز حق المسابقة. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت من وين؟ من أي منطقة؟ تقول لنا اسمك ولا عليك أمر؟ صالح بدر الموجود. صالح والنعم فيك. من وين أنت يا صالح؟ قلت مدينة عيسى. نعم. والنعم فيك يا صالح. دامك جاهز، منخلي الغالي أم هلال تفر لك الديرة وتسألك بعد أول سؤال. إن شاء الله. أنت جاهز يا صالح؟ جاهز المهرة. تفضلي تفضلي. إن شاء الله دوم فضلك. نشوف الديرة وين بترسيك. افترى يا الديرة هي افترت هكي. يلا يا صالح. قطب يا صالح. وين قطب؟ وين؟ قطب اتجاهها وين؟ قطب. قطب وين؟ قطب شمال. عكس عكس. لا عكس. جنوب. الجنوب وانت صح. جنوب. بس مو هذه سؤالك. بس طبعا مو ذي السؤال. لا سؤالك الحين خلنا نشوف الصورة وبعدين نسألك. أوكي. ايه. ها شفت الصورة على الشاشة يا صالح؟ أيوة. ها بشتين. هذه البشت الأنيق ما صرنا الحين نشوفه ينلبس وايد. ايه راح ما احم ما يلبسونه مثل الاول. السؤال شو اسم هذا البشت؟ خيارات فيه يعني بشت. هل هو بشت نجفي او بشت مهود او بشت مشاط؟ 30 ثانية. ها سمعت الثلاث الخيارات؟ تمام. ايه اي بشت فيهم؟ ثلاث. ما شاء الله اليوم ام هلال تمشيطه شعر نيله حلوه. اي والله تمشيطه حلوه. اي ها الممشوط. الممشوط. احسن ثبت. 100 دينار مقدمه لك من شركه بتلكو. تستاهل يا صالح. تستاهل يا صالح واكيد تستاهل يا صالح واكيد مثل ما شفنا على الشاشه هذه الصوره فعلا هذه البشت اللي صار مو موجود هذه الايام او ما شفنا الناس تلبسها بالكثره نفس ايام الاول يسمونه البشت لمشط. لمشط. صالح صالح معانا؟ معاكم معاكم. ان شاء الله مواصل حق 300 ما فيها خساره. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سؤالك الثاني يقول ما زلنا ايضا في الازياء الرجاليه، المعروف ان افخر انواع البشوت العربيه تصنع من الصوف. صوف اي حيوان يتم استخدامه؟ اعطيك خيارات. ايوه خيارات. اعطيك الخيارات. هل هو صوف الخراف ولا وبر الجمل ولا شعر الماعز؟ هل هي صوف الخراف ولا وبر الجمل ولا شعر الماعز؟ ها يا يمه ايش منه ايش منه شنا المسطاني اذا ماني بغلطاني. ها يلا وبر الجمل. وبر الجمل. ثبت ثبت. وفعلا يستخدمون وبر الجمل صح. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. صالح عاد بتكمل الفرحة والصفقة، بتواصل وبتروح حق ال500، بتجازف السؤال اللي طبعا ما في
وسيلة مساعدة بتكون 20 ثانية فقط. بتواصل معنا ولا بتنسحب صالح؟ القرار في يدك. لا بنسحب. بتواصل؟ يقول لك بينسحب. بينسحب. إذا مبروك عليك صالح، ال 300 دينار اللي فزت فيها يعطيك ألف عافية. وطبعا زائدا راح تكون هناك تشكيلة مجموعة عطورات من الحواج إن شاء الله بقيمة 150 دينار. ألف مبروك عليك الجائزتين. حلو، سلم على 300. الحمد لله. واليوم بعد في إضافة جائزة حلوة من الحواج. جائزة حلوة من الحواج. جائزتين اليوم طبعا ما يقصر معنا الحواج. إي نعم. إي والله. ناخذ اتصال. اتصال الثاني. يقول الو. مريم الدوسري. يا هلا مرحبا. ام هلال عارف الاسم قبلي ما شاء الله عليك. مريم شلونك؟ الله يسلمك. مساك الله بالخير، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك. مريم من وين؟ من الزلاج. والنعم فيك الغاليه مريم، شويه حماس واللي يسلمك ان شاء الله. يلا نروح الديره ان شاء الله مع ام هلال. ويمكن ترسيش على السارية. جاهزة يا مريم؟ إن شاء الله. إن شاء الله جاهزة. وخلت كلك آذان صاقية لنا وحق أسئلتنا، وإن شاء الله بتفوزين بإذن الله. يا رب. ما دام إن أنت جاهزة نشوف الديرة وين بترسيك. إن شاء الله. مريم قولي يلا السارية. يلا السارية. يا رب. في الياه، وين الياه يا مريم؟ شمال. شمال، وانت الصح، لكن مو ذي سؤالك. اسئلتك يا مريم بتكون عن النباتات البرية. قبل ما اسألك السؤال خلينا نشوف صورة هالنبات على الشاشة وبعدها راجعين نسألك السؤال ان شاء الله. ان شاء الله. الصورة موجودة على الشاشة تشوفينها مريم؟ هذه النبات طبعا موجود الى اليوم عند الحواويج، يستخدمونه إلى استطلاق البطن. وقبل يعني أيام الأول قل ما نشوف الأطفال اللي مولودين حديثين الولادة إلا وعطوهم من هذه العشبة. أكيد أكيد بعدين برجع لك أسألك إذا أخذتي منها وشربتي منها ولا لا. لا أم لا لأنها تلاقى. شو اسم هالعشبة؟ أعطيك خيارات؟ شنو اسمها النبتة؟ أعطيك خيارات؟ العشرج. العشرج. بدون خيارات بتجاوبين؟ ثبت. خلا أعطيك الخيارات، هل نشوف هل العشرج من ضمنهم؟ زعتر، عشرج، أم مريمية؟ فعلا العشرج هو الجواب الصحيح. ألف مبروك يا مريم. إيه؟ انت الزلاق طلعتي فنانة. اي ما شاء الله. ألف مبروك عليك ال 100 دينار المقدمة من شركة باتلكو. مريم. يا مريم 300 وسلامتي عليها باذن الله خير. ان شاء الله. لا 100 صح، انت حف 100 خذيتي 100. 100. نروح طبعا على السؤال الثاني. تمام اوكي. بعد بتكون عن النباتات ان شاء الله. اوكي يلا مريم خلينا نشوف هذه الصوره معاك على الشاشه، من بعدها ان شاء الله بسال السؤال. تمام نشوف الصوره. شفتيها مريم الصوره؟ طبعا هذه نبتة جدا جميلة، معروف انها هي تنزرع وتنبت في وين؟ في بر البحرين. نلاحظ ان هي في الاساس مثل ما شفتي في الصورة ما لها ورق، وكانوا يستخدمونها في الطب الشعبي، يشوونها وياكلونها بعد بعض الناس. الحين انا طالب منك ان تعرفين اسم هذه النبتة. تحتاجين خيارات؟ قرطوس. ان شاء الله عليك نثبت على النبي محمد. ثبت نثبت على القرطوس. ثبت ثبت على قولة ام هلال. ثبت خلاص. 300 دينار من مقدمة من شركة باتلكو صارت من نصيبك يا مريم. ألف مبروك عليك يا الغالية. تستاهلين يا مريم. الله يسلمكم. بتتابعين؟ إيه بتتابعين امي مريم؟ بكمل. ولا بتنسحبين؟ لا لا بكمل. بتكملين؟ تقول بتكمل وكلها ثقة نهيلة سمعتيها؟ إن شاء الله. إن شاء الله على قد الثقة مريم بتفوزين بالخمسمية يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين جاهزة؟ جاهزة. السؤال عندي من النباتات الصحراوية، نبات يؤكل في موسمه خاصة مع السلطة، ونعرف إحنا اسمه من طعمه. السؤال شو اسم هذا النبات؟ 20 ثانية فديتك زين ما؟
20. ما في خيارات؟ لا هذه ما في خيارات. انزين علشان ما يضيع عليك الوقت نعرف اسمه من طعمه. جاوبه يا حبيبتي. يلا 10 ثواني باقي لك. حميد. احسنتي. ثبت. حميد. مبروك. مقدمة من شركة بتلكو. مبروك عليك. تستاهلين. مبروك عليك. مريم ال 500 دينار والجائزة الثانية بعد مقدمة من شركة الحواج بقيمة 200 دينار. ألف مبروك عليك الجائزتين. تجزالين كل خير. مشكورين. ما قصرتوا. العفو. سهلين. يا سلام عليك يا مريم. ألف مبروك عليك ال 500 دينار وأيضا ال 200 دينار العطور المقدمة من شركة الحواج. مشاهدينا بنتواصل معاكم لكن خلونا نروح العريش نشوف الطباخ وين وصل وراجعين لكم بإذن الله. الأجواء الحلوة ورانا القهوة الجميلة قاعد نسمع الأغاني القديمة الحلوة في هالدقاكين الحلوة المفتوحة بيبانها وتشوفين الشغلات كلها الحلوة. قلت لك من البداية السوق غير. السوق غير. أنا إذا تذكرون أنا كنت ناطر هالمكان مستمتع في هالمكان. طبعا مشاهدين إحنا متواصلين معاكم ومع مسابقات السارية وبإذن الله كل الجوائز تكون من فالكم وتفوزون بكل جوائز معنا. عندنا مكالمة جديدة معنا منى على الخط نقول ألو مساء الخير. كان نور. حلو والله. مرحبا منى شلونك؟ الحمد لله بخير. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. مبارك عليكم كلكم يا رب. الله يخليك منى. شلون المسابقه معك؟ او شو قولي لي شلون ديكور اليوم؟ انا متحمس. انت شلون تشوفين اليوم ديكور اليوم؟ السوق اليوم كلوكيشن جديد بالنسبه لنا.
صراحة وايد حلو يعني، والديكور في ذكرني بأشياء ما بي يعني قديم. يعطيك الأشياء القديمة، هذه الذكريات الحلوة، سوق المنامة. سوق المنامة. اي والله سوق المنامة، سوق المحرق، هالأجواء الحلوة. منى إن شاء الله جاهزة معانا حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله ننتقل إلى مين؟ إلى أم هلال، والديرة معاها إن شاء الله بتكون. إن شاء الله. ما دام إن أنت جاهزة يا منى، نشوف الديرة تفتر وين بترسيج. إن شاء الله. يلا نشوف يا منى الديرة وين راح ترسيج بإذن الله. يلا. يلا سارية يا منى. يلا يا منى. أبى أسمع دعوتك. يا سلام. لا. أنا صاير كل ما أقول حق أحد أبى أسمع دعوتك تطلع للسارية. ما أدري شو السالفة. ألف مبروك يا منى، 500 دينار، 600 دينار مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي عليك، بألف عافية. شوفي جودتك يا حسن. بدون سؤال. السارية طلعت لك. السارية عليك بألف عافية. 600 دينار. الله يعافيك منى. الحين تحمستي ها، مساء فيك انت هادية خايفة من الأسئلة، الحين زاد الحماس عشان ما تفشل يعني. عليك بألف عافية، مبروك عليك الجائزة، تستاهلين كل شيء. الله يعافيكم. تستاهلين يا منى، تستاهلين. مشاهدينا بإذن الله متواصلين معاكم في برنامج السارية، لكن نطلع فاصل قصير وراجعين بإذن الله. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
متواصلين معاكم مشاهدينا من برنامج السارية، ومثل ما شفتوا من القرية التراثية ومن راس حيان بالتحديد من سوق المنامة، اليوم موجودين في هالسوق الجميل والأجواء الجميلة متواصلين معاكم. مثل ما قلنا شفتوا السوق وما قاعدين تشبونه أم هلال شفتي السوق وكنا حلوى يمقط مغاط. يا سلام مقط قلبي وياه، عاد حلاوته في هالكوب ولا ايش قولت؟ حلاوته في هالكوب. هذه المنقش ولا في كوب واسد؟ بخليهم يطرشون لنا بارسلات كذي شوي عن الخاطر اللي يصير في خاطرك. طبعا احنا بنرجع ان شاء الله حق اجواء المسابقه. سم الله عدوك. بنرجع حق اجواء المسابقه اكيد، ومعنا متصل جديد، معنا المتسابق يوسف باسم، بس بيكلمنا ابو. مساء الخير. مساك الله بالنور ابو يوسف، شلونك؟ طب حالك الله يسلمك، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم يا شيخ. من وين الغالي؟ هلا وغلا، مدينة عيد الله يسلمك. نتشرف. أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد، وأشكرك أخوي حسن والأخت نيلة وجوهرة البرنامج أم هلال. سلام سلام، وأدار يعطيكم الصحة والعافية وكل المسؤولين على هالبرنامج، وجزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. الله يخليك يا أبو يوسف، بالعكس إحنا اللي سعيدينكم قاعد تتواصلون معنا، قاعدين في البيت وتستمتعون بهذه المسابقة. جاهز معنا أبو يوسف إن شاء الله؟ بإذن الله إن شاء يلا الله. يلا أنا الفنيان في يدي. بخليك تروح عند أم هلال مع الديرة لما أنا أشرب شوي. ما دام إنك جاهز، ما دام إنك جاهز أبو يوسف، نقول لك نشوف الديرة وين بترسيك. يلا يا أبو يوسف نشوف الديرة وين بترسيك إن شاء الله. ترى يا الديرة إن شاء الله. قول يلا السارية. قول يلا بالسارية. يلا بالسارية. فيلم قيب. فيلم قيب. ها شنه المقيب؟ أي اتجاه المقيب؟ الغرب. أحسنت. السؤال عندي. نعم. إنزين فنيالي في دي أنا بعد. يا سلام. يا سلام سلم. عليك بالعافية إن شاء الله. الله يعافيك. اسمعني أمي. تقول. أم هلال. شكلها تبي تلمحين من بداية بالسؤال على يدك. أنا دام أنت قاعد رايحة بالفنيان معناته السؤال في شيء في يدك. ما شكرا يما. هاي يما هلال، هاي الحين أنت قاعد تشرحين له؟ أنا بشرح له. شرحي له. بشرح له. قلت نيلة عرفتي؟ يقول تقول مرة أم بحرينية حق ولدها تلاقيه طبعا انزين، تقول له لكن هي في الأصل تنقذ الزوج، لا لاعبك ولاعبك نص الليل، أبوك مرمر عيشتي، اسم الله علي، أبوك مرمر عيشتي ولا ساق لي حب الهيل. السؤال يقول لك شنو حب الهيل؟ شنو حب الهيل؟ الخيارات: حلية اللبس في الإذن، حلية لبستها المذيعة نايلة كلش لا علو، ولا حلية في اليد. ها ها ما شاء الله علم يرفرف، لا إله إلا الله. سهل الجواب ويوسف. حلية في اليد. حلية في اليد. ثبت. 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهل، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. تستاهل يا أبو يوسف، تستاهل 100 دينار إن شاء الله. مواصل معانا خلاص، ما فيها خسارة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بسوي لك نفس أم هلال بعد شوي، بس شوف بس شوف معانا هالصورة على الشاشة قبل ما أسألك السؤال، ولا 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 بنراوي من يدي خلاص. من يدي. دام مهلال بدأت نفس الطريقة. دام مهلال روتك من يدها، عيال انتبه على يدي أنا بعد. شوي هني وشوي هني. إن شاء الله. يقول لك من أنواع الزينة عند المرأة البحرينية حلية يسمونها المرامي. تعرف هالمرامي؟ ما شاء الله. تعرف المرامي؟ تعرف المرامي يا أبو يوسف؟
لا والله هذه صوب الحريم، لانه انا بيك الطال انت تشوف التلفزيون، انا اشوف اي نعم اشوف اشوف ايش نعم انت انتبه لي وانا اتحكى عن المرامي. اي نعم. يقول لك اسمها المرامي، هذه الحليه تلبسها المراه. اعطيك ان شاء الله خيارات، هل المرامي يلبسونها في الاذن ولا في الاصابع ولا على الراس؟ في الاصابع ان شاء الله. في الاصابع ان شاء الله. ثبت لك على قولة ام هلال، ثبت 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو يا ابو يوسف، عليك بالعافية تستاهل. مبروك ابو يوسف عليك ال 300. الله يبارك في حياتك، جزاك الله خير. ابو يوسف انت فاهم من الحين السؤال الجاي كل واحدة روتك فيهم يا عشان تعرف الإجابة. أنا ما في يدي غير الساعة وسؤالي مو عن الساعة. تواصل معاي أنت من ساعة قاعد تقول سوالف نسوان وذهب ما تعرف، بس ما شاء الله الغاليات نيلة ومهلال ما قصروا، بس أنا للأسف ما عندي شيء أشر لك إياه. فالجواب المفروض يكون مدته 20 ثانية وما في خيارات، براحتك أنت عاد يا أبو يوسف تبي تواصل ونيلة أنت تقولين سهل. شوف يا ابو يوسف، اذا انت شراي ذهب ولا تروح سوق الذهب مع الاهل بتعرف تجاوب بسهوله. القرار قرارك يا ابو يوسف. والله انا مو مال للذهب صراحه، وما سوق الذهب دي ما اروحها انا وايد. خلاص لا ما تروحها وايد ولا كلش ما تروحها؟ لا ما اروحها وايد الا قليل كلش، يعني حتى خبرتي في الذهب مو ذاك الزود. عيل يا ابو يوسف يعني معناته بتسلم على ال 300 مثل ما تقول ام هلال. اي نعم راعي النصيف يا سالم. صح نعم. يا سلام عليك ابو يوسف، الف مبروك عليك ال 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، بالاضافه مجموعه الحواج بيعطونك قسيمه بقيمه 150 دينار لافخم العطورات ان شاء الله، يعطيك الف عافيه. شكرا. ناخذ اتصال نيلة؟ ايه ناخذ اتصال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. يا هلا والله. يا هلا ومرحبا، من معانا؟ ابو ناصر خيار. ابو ناصر والنعم يا ابو ناصر، مبارك عليك ما بقى من الشهر. علينا وعليك ابو ناصر، ايش رايك في الاسئله في هالمسابقات اللي احنا قاعد نقدمها في هالشهر الطيب؟ والله فيها صعبة فيها سهلة إن شاء الله. فيها صعبة وفيها سهلة، بس إحنا أهم شيء توصل المعلومة بشكل حلو وتتثبت عندكم إن شاء الله. من وين أنت يا أبو ناصر؟ من الرفاع. من الرفاع. نعم فيك ونعم فيك وأهل الرفاع. أي الله للرفاع. جاهز إن شاء الله حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله جاهز. جاهز. يلا أبو ناصر. نشوف يا أبو ناصر الديرة وين بترسيك؟ افترى يا الديرة. ان شاء الله الديرة تفتر معاك يا ابو يوسف، ويا رب الساريه يا رب ان شاء الله. الله يا ربي بالياه. وين بو ياه ابو يوسف؟ ابو ناصر يا هلا والله معاي. ابو ناصر وين وين الياه؟ شمال يا نعم الياه في الشمال. اتفقنا؟ اي اتفقنا. يلا سؤالك ان شاء الله راح يكون عن الجمال، بنشوف الصوره مع بعض. ابو ناصر برجع اسالك السؤال ان شاء الله. يلا يا ابو ناصر، صوره طلعت معاك على الشاشه. هذه هذه صوره سرج ابو ناصر. ها هي مال الجمل يا سلام. الحين سؤالي يقول شنو اسم هذه السرج اللي يخلونه على اليمن؟ تمام عندك ثلاث اختيارات، تحتاج الخيارات؟ هي اكيد. نقول الخيارات. الخيار الاول العده، الخيار الثاني الشداد، الخيار الثالث البردعة. عندك ثلاث خيارات ابو ناصر، 30 ثانية. أتمنى يعني السؤال ما يكون شديد عليك، أتمنى السؤال يكون خفيف عليك. العدة أو الشداد؟ الشداد ابو ناصر. ابو ناصر معن انت يمه. ابو ناصر ابو ناصر ابو ناصر الشداد الاجابه. اثبت لك على الشداد. ايه ايه الشداد. يلا ثبت ثبت يما ثبت ثبت يا ابو ناصر. ثبت ابو ناصر. يا دينار من بتلكو تستاهل. يعطيك العافيه ابو ناصر، ركز قاعد اقول لك ان شاء الله السؤال ما يكون عليك شديد وصعب، ركز معانا الاسئله شوي بتبتدي تصعب يمكن شوي. بالتوفيق ان شاء الله. يلا الغالي نروح على السؤال الثاني ان شاء الله. ها ان شاء الله عند ام هلال بيكون السؤال باذن الله، بس ركز الله يرضى عليك ركز انزين. ما ان شاء الله السؤال يقول تفضل.
شسم الناقه الفتيه الصغيره اللي توها ما دخلت الدنيا ولا حملت ولا ولدت، شسمها؟ ركزت معاي؟ هذه السؤال بتيك الخيارات. انزين البكره ولا الذلول ولا المعسوفه؟ ها ما قلتي ركزت معاي الخيارات اعطيناك اياها، البكره ولا الذلول؟ البكره ان شاء الله. البكرة. احسنت ثبت وانت صح. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. يا سلام على بتلكو تحكي. يا سلام تستاهل عليهم. تستاهل تستاهل يا ابو ناصر. بس ابو ناصر يا هلا والله، سؤالك الثالث حق ال 500 دينار ما في خيارات، بتواصل ولا بتكتفي بال 300؟ ان شاء الله مواصل. بتواصل؟ ترى اذا ما جاوبت السؤال بترجع حق ال 100 دينار. ما عندنا خيارات. 20 ثانيه. ها انا ما نصحك، ما تنصحيني، بس امشي على نصيحه المهلوله. تمشي على نصيحتها. اسمع يا يمه، اسلم على 300 دينار لا ترد 100 دينار، وراعي النصيف سالم. اسمع كلامك يا المهلول. اسلمت يا حبيبي. عشت يا ابو ناصر، الله يرزقك. عليك بالف عافيه. 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، و150 دينار من العطور المقدمة من شركة الحواج. تستاهل يا ابو ناصر، مبروك عليكم ان شاء الله. بنيلة وملال اكيد ومشاهدينا، بنروح الى العريش بننتقل هناك باذن الله، بنرجع نتواصل معاكم نشوف شنو مجهزين لنا هناك. مثل ما شفتوا على الشاشة هذه غبقتنا الليلة، عندنا الهامور المطفي، عندنا المحمر، الصافي المحشي، الشيلاني، الساقو، ما بنسى الساقو لا تحاتي المحمر. طبعا اليوم غبقتنا غير، اليوم غبقتنا بنروح لهم العريش ناكل وياهم هناك عند سوان الفريد. اليوم اليوم غيرنا الخطة مالتنا، اليوم احنا بنروح هنا. والله تستاهل مأكولات هناك العنوة، يستاهلون اكيد. طبعا مشاهدينا ما ننسى في النهاية نشكر كل الداعمين لبرنامج السارية، وعلى رأسهم أكيد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وإلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على تقديم دعمهم لبرنامجنا السارية، وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. طبعا ما قصروا معنا كلهم، وباذن الله خير الجوائز جايه حق كل المتسابقين. الشكر للجميع وشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. نلقاكم باكر باذن الله في نفس الوقت من الساعه 10:30 الى الساعه 11:30. نقول لهم نلقاكم باكر باذن الله. مع السلامه، تصبحون على خير.